الناحية التكتيكية، لأن قسم المباراة إلى مراحل. الشوط الأول يعني قسمه إلى مراحل. في المرحلة الأولى كان فريق الوداد يترقب ردة فعل فريق الاتحاد، فبالتالي لم يركن إلى الدفاع المتأخر، وإنما قرب الخطوط بشكل كبير، حيث كانت الضغط على حامل الكرة معتمد عليه عموتة. ممتاز صراحة، الضغط على حامل الكرة كانوا سباقين إلى يعني إلى الالتحامات الثنائية. كذلك كان هناك عملية جيدة جدا، هو التوازن الذي صنعه اللاعب وليد الكرتي. وليد الكرتي عنده دور مهم ومهم جدا في وسط الملعب، هو اللاعب الأول الذي يبدأ عملية الضغط على حامل الكرة، وبالتالي يوجه لاعبي الاتحاد إلى المكان الذي يريده فريق الوداد، ويعطي إشارات للسعيد والنقاش لدن يقومان يعني بمباراة جيدة جدا، يعني شوط رائع جدا. كذلك اللي عجبني كثيرا اليوم، عجبني تدخلات اللاعب رابح العطوشي، وكذلك الحركة بعد 20 دقيقة في المرحلة الثانية، كيف تحرك نصير وكدارين، كيف أصبح فريق الوداد هو المسيطر على المباراة بذكاء في توازن بين الدفاع والهجوم والوسط. لم نشاهد أخطاء بين اللاعبين سواء من الفردية أو أخطاء التمركز. كل ما يمر الوقت هو لصالح الوداد، يزيد الضغط على فريق الاتحاد أكيد، وكذلك تزداد ثقة في نفسية لاعبي فريق الوداد، باستثناء فرصة الأخيرة هي التي عن غفلة كاد أن يكون فيها هدف، ولكن تدارك الموقف ورجعت عملية الضغط. ناصر، نوعية وكواليتي ومهارة لاعبي الوسط اللي بدأ بهم البلجيكي بول بوت، مثل بن خماسة، مزيان، بن غيث، كذلك بن موسى، سيطروا على وسط الملعب خصوصا في العشرين دقيقة الأولى. لو كانت أرضية الملعب تساعد كان حيشكل خطورة كبيرة هذا اللاعبي خط الوسط الاتحاد. صحيح، يعني لو كانت الأرضية في أحسن ظروف لتسديدة بن غيث في الدقيقة 83، الذي لولا براعة العروبي لكان هذا هو الهدف. المباراة كانت على مستوى جيد من ناحية الانضباط التكتيكي، وصراحة فريق الوداد كان متمركزا بالشكل الجيد في كمنظومة دفاعية، وهذا ما صعب من مأموري الاتحاد الذي حاول كثيرا منذ بداية الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، إلا أن الحظ لم يحالفه، وحتى تسديدة بن غيث لم تسكن الشباك. فمنطقي أن الشوط الأول انتهى بتعادل صحيح سلبي، لكن فيه إيجابيات كثيرة، وأن الاتحاد في ظل الأداء الجيد الذي قدمه لديه قدرة حتى في الدار البيضاء أن يقدم أداءات أكثر. وأعتقد أن عموتة قد يعمل حسابات كبيرة لفريق اتحاد العاصمة، لأن الاتحاد لو يلعب بنفس الشكل قد يخلق مشاكل كثيرة للوداد على أرضية ملعبه، لأن والعمل كاملة بصراحة مهند للاعب بن غيث الذي كان في كل النواحي، سواء من ناحية الهجومية، سواء من ناحية التغطية، من ناحية سير اللعب، فهذا هو النقطة الإيجابية. هذا اللاعب الذي في آخر مباراة لم يشارك المدرب، يعني تساؤل كبير حول هذا الاختيار، وأحيانا الطاقم الفني يخطأ، إن شاء الله ما يخطأ المرة الجاية في اختيار اللاعب، لأن هذا اللاعب يقدم الكثير لفريق اتحاد العاصمة وقد يكون المحور في مباراة العودة. متأملين أن تكون أرضية أفضل حتى نرى مستوى فني أعلى من اللي شفناه اليوم. لو لعبت في كازا، وسيفسر هذا لنا الكابتن سعيد، نعدك بأرضية ملعب من أروع ما يكون، نشاهد ونستمتع، لأن حقيقة الفريقان يملكان مواهب يعني تمتع الأبصار، تمتع عاشقي كرة القدم. سعيد، هل هذه النتيجة بمثابة الفخ بالنسبة للوداديين، أم إن لعبت المباراة في كازابلانكا بمساندة الجماهير وما أكثرهم هناك في المغرب سيكون هناك كلام آخر بالنسبة لوداد الأمة؟ أكيد هي بالنسبة يعني النتيجة هي مثابة فخ، يعني لا يمكن نعتبر النتيجة هي إيجابية لصالح فريق الوداد، هي يعني إيجابية لأن فريق الوداد لم يستقبل أي هدف، ولكن 0-0 تبقى دائما النتيجة تعتمد على المباراة الثانية، لأن اليوم فريق اتحاد العاصمة برهن على أنه عنده مجموعة من اللاعبين المهاريين، وأنا أثار انتباهي بشكل كبير اليوم هذا عبد الرؤوف بن غيث، هذا لاعب مهاري جدا، لاعب رائع جدا، كذلك حتى اللاعب من موسى الظهير اليسار، لاعب قدم مستوى كبير.
كبير جدا لاعب من الطراز الرفيع. هذا لا يعني أننا في المباراة الثانية، أي أن المباراة التي ستجرى بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ستكون مباراة سهلة للوداد، هذا أبدا. وبالعكس لكن يتحرر أكثر وناجم في المباراة التالية، يتحرر أكثر الحداد لو كان حاضرا كلاعب أساسي، يتحرر أكثر لاعبو الوداد، لأن اليوم أعتقد أن عموتة اعتمد على الانضباط التكتيكي.